السلام عليكم، كنقدم لكم المقادير ديال الشبكيه بالمناسبه ديال رمضان وعواشر المبروكه. بعدا الله يدخل علينا ان شاء الله بالخير والصحه والتيسير ان شاء الله. واش ما تمنيتو معنا هنايا؟ 2 كيلو ديال الدقيق، وجوج زلايف ديال جوج كيسان ديال الزنجلان، وكاس ديال المزهر، كاس زيت البلديه، كاس زيت الروميه، كاس زبده مذوبه بلديه، ونص كاس ديال ما كاملش نص كاس ديال الخل. وعندنا مسكه هنا حره مدقوقه، عندنا القرفه هنايا، عندنا 2 معالق ديال القرفه، وجوج معالق ديال النافع و حبه حلاوه، وهنا كاس ديال اللوز. نضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الزعفران، زعفران بلدي، خرقوم، يعني كان كيقولوا الخرقوم. صافي، وغادي نجمعوه بالماء دافي غير واحد شويه، ماشي بزاف، لان هي راه الا كثرتي لها الماء راه ما بقاتش عندك شبكيه، يعني كتجي شويه كتقساح، كتخليها شويه قاسحه. يلا بسم الله. بسم الله، كنخرج 2 كيلو ديال الدقيق، كنضيفو عليها النافع، سميتو هذا الزنجلان، 2 كيسان ديال الزنجلان، كنزيدو عليها زلافة ديال اللوز، كاس عنبة، كاس العنبة هذا، اه، وهنا 2 معالق ديال النافع وحبة حلاوة مطحونين، 2 معالق ديال القرفة حتى هي مطحونة، هاد المسكة الحرة هي مدقوقة، بسم الله على بركة الله. دابا هاد الشي كنخلطوه كامل، كله كيتخلط، وعاد كندوزو في الغربال باش عاد يمكن لينا نعجنوها. بسم الله، يعني ملي كديري هاد الطريقة يعني كتسهلي عليك دوك الحبيبات مكيبقاوش، كتسهليها عليك حتى في العليك ديالها والعجنة ديالها. دابا كدوزيها في الغربال من طبيعة الحال، دابا ملي غادي نخلط هاد العناصر كاملة غادي ندوزها في الغربال. نتمنى تكون هاد الطريقة تعجبهم ان شاء الله المشاهدين ويجربوها، راه زوينة. ما ينساوناش بجيم من طبيعة الحال، ايوا اللي كيحبنا راه ما ينساناش بجيم. دابا غندوزوها في الغربال باش عاد كترجل كاملة الحبيبات. دابا الخرقوم البلدي غديريه دابا ولا حتى من بعد حتى تدوزي في الغربال؟ لا، تندوز في الغربال هادشي كامل، وعاد نديرو هذاك، عاد ندير داك الخرقوم صافي، نبقى نزيد الماء غير قطره قطره، الماء هانتوما غادي تشوفوا معايا غير قطره قطره، هي راه كتكون كتبقى قاسحه، الا بغيتي شباكيه تجيك زوينه تخلي العجنه ديالتها قاسحه. بسم الله على بركة الله. دابا حنا غادي نديرو هادشي في الغربال وغنغربلوه كامل بإذن الله، شوية بشوية، لأن راه 2 كيلو ديال الدقيق هذا. إيوا راه زعما نتيا سبيسي أنا في هادشي ديال الشباكية والمعسلات. علاه الشمنة؟ آمين. وأنا أصلا الهواية ديالي هي في هادشي. إيوا تبارك الله عليك. هوايتي راه في هادشي الطاوخ وهادشي ديال تبارك الله. الله يبارك فيك. هانت شتي كي كيبقى هادشي، شتي راه هادو هما دوك اللوز والنافع بتحلاوة زنجلان. تتكملي هداك عاد غتزيدي ولا غتزيدي هداك؟ لا غادي نزيدو دابا، كينسجم هادشي كامل مع الدقيق، شتي كيمشي كله كيدخل في الدقيق. شتي لا باش تجي ساهلة باش ميبقاش دوك الحبيبات، واخا كتكوني كطحني كلشي ضروري كتبقى دوز لك شي حبه، كدوزي في الغربال كتعزل لك دوك الحبات. اه من طبيعة الحال. دابا من بعد ما غربلنا كلشي المقادير كاملة كيف ما شفتو في الأول، كنضيفو لها دابا الخميرة وحدة شاصية وحدة، ومعلقة ديال الزعفران،
بلدي كوم بلدي. دابا حنا كنقولوا الزعفران، ما نعرف كل واحد واش كيقول. تاوي تا هو غنغربلو وراس ديال معلقه خميره، غير راس راس راس. ها خميره حبوب، ها خميره حبوب. دابا كنضيفوا الزيت، كاس ديال الزيت العنبه كيف ما كتشوفوا بلديه بلديه، وكاس روميه حتى هو عنبه، كاس الزبده بلديه ومذوبه، كاس الماء زهر، نص كاس ديال الخل. درنا واحد الطريقه ديال الملحه ما تكثرش قبل، بسم الله على بركه الله. دابا غادي نخلط هذا الخليط كامل غير دقه دقه. بسم الله يا ربي، بسم الله بسم الله. عمر شتو هانت دابا هادي غير المقادير ديالها، باقي ما درت لها ما لا والو، غير المقادير ديالها. نعجنها مزيان، كيدخل كلشي في هاد الدقيق، وعاد من بعد قرش بيديا غير رشات خفاف وانا كنعجن. انا اكثريه كنخدم بالحاسه ديال اليد و كتحسي شنو هو الشطير. العبارات اكثريه العبارات انا عندي باليد ديالي عينيا، ودائما سبحان الله كيجي داكشي مضبوط وزوين. يلا حتى تشوفوا معنا التوراق ان شاء الله. صافي حبسي هنا. دابا بديتي كديري الماء، هي من بعد ما تغرب الكوشي وكلشي تخلط، دابا كنعجنوها بالماء. الماء كنديروها غير شويه بشويه، مرحله بمرحله كنديروا الماء دافي. اه وانا كنشوف فيديا كنحسب بها فيديا، يعني واش بركه عليها، واش مازال، واش تمشي بها بهاد الطريقه حتى كتجمع داك العجينه، وانت كتخوي غير شويه بشويه. زيدي زيدي شويه، زيدي حوي دابا ما بقيتيش غتزيدي الماء، واحد الرشيشه خفيفه صافي ونحبس. غير رشه غير رشه غير رشه، صافي صافي. دابا هذا الماء ما غاديش نزيد كاع نهائيا، صافي. بسم الله، بعد ما علكناها ويعني تعجنات تجمعات، صافي غادي نقطعها طروفات صغار وغنديرها في الميكا باش تطلق، وعاد نبدا ان شاء الله في الوراق ديالها. غندوزها في الوراقه ان شاء الله. انا كنقطعها بحال جميله، كنتعلم اختي من جميله. انا بحال هكدايا كنجمعوا الجيران، شي كيعاون شي، ربي يخلينا ديما من نتعاونوا بيناتنا. يا ربي امين. اللي دات الشباكيه كنتعاونوا عليها. يا ربي امين. ودابا شنو درتي يا جميله؟ دابا بعد ما تلقوا في الاول فاش درناهم في الميكا قطعناهم ودرناهم في الميكا، فاش تلقوا عاود كنجبدوهم كنورقوهم بحال هكا وكنعاودو نطويهم. نتوما غتشوفو معايا، هذه هي العمليه اللي كتخلي الشباكيه كطلع غزاله. هانتوما هاد الطريقه يعني بحال كتعاودي ليها دليكه، كتعاودي ليها العجنه اخرى. راه كاين دابا اللي ما تعجبوش الطريقه ربما غايقول بغا داكشي بالزربه، بغا داكشي خفيف ولا سهل. راه فعلا هادي سهله
ولكن كتعرفي عاوتاني راسك اشنو كديري، يعني كتخدمي بشي حاجه اللي هي زوينه 100% اللي تطلع لك، ما تخافيش عليها بان لا تخسر ليك او لا. لا انا بعدا مع جميله ما كاينش الخسران، واحد انت اصلا سبيسيال في مع جميله ما كاينش الحلويات. السلام عليكم، احنا في التتمه ديال الشباكيه من بعد ما كلعناها من الميكا، دابا كندوزوها في الوراقه كنورقوا. قولوا لينا كيفاش جاكم، يعني وريضه راها مقاده واضحه باينه. ها هو البلاطو الاول اللي كملنا وبدينا في البلاطو الثاني، وان شاء الله حنا غادي حتى نكملوا. الطريقه ديال التشباك ديالنا كنديروا سميطات بحال هكايا، سميطات رقاق كنمشيو مع واحد الاتجاه، كنديروا خمسه الصماطي، سته الصماطي على حسب التشباك، كل واحد والتشباك ديالو كيفاش كيعجبو، يعني تجيك شويه مشبكه وتجيك ورده باينه. كنديروا خمسه ديال الصماطي حتى سته ديال الصماطي صافي، وكنجمعوهم. هانتوما غتشوفوا معنا كيفاش ان شاء الله. هاد الطريقه كتجي احسن، كتسهل عليك بزاف، كتربحي الوقت. النيره العجينه رقيقه بزاف، انا اصلا كتعجبني الشباكيه رقيقه. كنهزو سمطه، ها هي دابا راه سماطي شفتوهم، كديري وحده على وحده. كتجي سمطه فوق سمطه. دابا عندنا هنا ثلاثة، هاد الطريقة كتجي سهلة. بالنسبة للمبتدئات يديروها. بالنسبة حين دابا كثرية كنساكن داك الشباك ما كيعرفولوش، داك تلقي وحدة وشدي وحدة تلقي، فهمتي؟ هادي كتسهل عليك المأمورية ديالك. اللي ما كيعرفش يشبك راه كيعكز على الشباكية ما كيديرهاش. هادي كتجي الطريقة سهلة، اللي بغا يدير الشباكية يديرها. درنا خمسة، ها هي الستة. يعني كنكثروا فيها السميطات باش كتعطينا الوريضه باينه زوينه، هانتوما غتشوفوا معنا. صافي كنقطعوا، كنشدوا نقطعوها بحال هكا بالموس، نحيدوا لها هاد الجناب هادو. فهمت دابا هادي غادي نشوف شحال تعطينا. ها وحده جوج ثلاثه اربعه، عطاتنا اربعه الوريضات بسم الله. هي الوريضه الاولى كنشدوها نديروا لها هكا نضربوها شويه، هي كتحل راسها شتا كي تجي الطريقه كتجي سهله وكتجي زوينه. وركي لها على هاد الجنيبات هادو هكا، سديهم مزيان صافي، وكتبقاي هكا تقديها بالموس، تقدي ديك الوريضه باش كتجي باينه مفتحه وخلاص. هي راه ملي كتحط في الزيت الراسه كتبقى تفتح. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. احنا وصلنا للمرحله ديال القلي ان شاء الله، واخيرا كملنا التشباك وكملنا التماره. وصلنا للمرحله ديال القلي، دابا بعد ما درنا الزيت سخنات هانتوما كتشوفوا، خوينا هنا جوج يطرو العسل، ها هي النيت باش مباشره كنحيد من الزيت كنرمي في كنخويها في العسل بسم الله. هانتوما شوفوا معنا شباكيتنا يا المشاهدين ويا المشاهدات، من بعد ما طابت كنديرو هنايا في العسل التيمة ديالها. تبارك الله جات ما شاء الله، شيش ما شاء الله، شيشة من داك الشي الرفيع. دابا كديري هادي هاد القليه الاولى كديريها في العسل وعاد كتحطي الثانيه مباشره، ملي كنقلي هنا وكنحيد ندير في العسل من بعد كتقلي ليك الاخرى كتعطيك داك اللون وعاد كترجعي تحيدي هادي اللي في العسل. كتخليها تشرب بعد العسل، تخليها تشرب بين ما كطيب عاود هادي، وكتحيديها ديريها في شي كسكاس بحال هكا باش يقطر داك العسل من التحت، وكدير دري عليها داك الزنجلان ديالها كيف ما العاده. وحنا كنكملوا هنايا في القلي، كما كتشوفوا البنات حنا سالينا القلي
ديال الشباكيه ديالنا تما كما كتشوفوا 2 كيلو ديال الطحين عطانا تبارك الله 2 كساكس ديال البرمه انتما تبارك الله واحد الشباكيه كتجي البنات مجعبه وكتجي كتشرب العسل واعره ديك القوام تبارك الله ما شاء الله وكتعرفوا تعاوننا وضحكنا ولعبنا ما خطات ليناش الوقت بزاف دغيا تبارك الله سالينا الشباك والقليب حنا باربعه ديال العيالات كنتعاونوا كل نهار كنمشيو كنديروا الشباكيه في الوحده هانتوما كيما كتشوفوا دابا غادي نسالي هاد الشيء وغنمشي عاوتاني عند واحد الصديقه ديالي نتعاونوا عاوتاني باربعه بينا تبارك الله الجيران كنتعاونوا بيناتنا لهلا يخطي لينا العوين اخوات 2 كيلو ديال الطحين تبارك الله عاطي وبارح نيت تذوقنا كاع العيالات اللي تعاوننا كنذوقوا اللي درنا ليها الشباكيه كانت سالاو كنقليو كنعطيو التبصيل للدار تبارك الله ما شاء الله اللهم خلينا مزيانين ديما طول العمر ان شاء الله اللهم اجعلها نعمه احفظها من الزوال اقبل فيديو جديد.